إعطاء المكتب على هذا العمل وعلى إدارة هذه العملية التي تمت في أحسن الظروف. هذا في الحقيقة مشرف لهيئتنا، مشرف لبلادنا، حتى نكون نموذج يقتدى به. أريد ناحية أخرى أيها الزملاء أن أشكركم جميعا، أشكر من صوت لي ومن صوت ضدي. أنا ترعرعت وتربيت في بيئة لا تعرف الأحقاد ولا تعرف تصفية الحسابات. أنا كامل، لا أريد إلا الخير للجميع. هذه المهنة بدأت العمل بها منذ نشأتها، ولله الحمد من ذلك التاريخ وأنا متفرغ لخدمتها وهي لخدمتي. لتتأكدوا أني سأواصل الدربة، كيف أتخلى عن المهنة وأنا كنت مع زملائي في طلائع الدفاع في الأوقات الصعبة، الأوقات الحرجة التي من الصعب على الكثير أن يتقدم فيها، فتقدمنا وكنا شعلة للحرية، شعلة للدفاع عن حقوق الإنسان، شعلة لتكريس الديمقراطية في هذا البلد، للدفاع عن المعتقلين في جميع الظروف، في الثكنات العسكرية وفي المحاكم وفي كل مكان. هذا شرف للهيئة الوطنية. أنا لست إلا من بين زملاء قاموا بهذا العمل، وأؤكد لكم أني سأواصل هذا العمل، سأواصل هذا العمل من أجل لم شملكم جميعا، حتى نبتعد عن كل ما من شأنه أن يضر بوحدتنا. لم شملنا كيف؟ نبتعد عن النعرات القبلية والجهوية والسياسية ونرتفع بمهنتنا. شخصيا لا انتماء لي سياسيا منذ 17 سنة، وإن كنت قد انتميت حركيا فذلك يعود إلى أكثر من 45 سنة. إذن أنا حر بمعنى الكلمة ومستقل، وسأتفرغ للمهنة بلم شملها كما قلت، بتأسيس علاقات قوية ومعقلنة مع كافة أجهزة القضاء وكذلك مع أجهزة الدولة، لأننا أصبحنا شركاء بفضل القانون. وأهنئ سيد النقيب على هذا القانون الذي يوفر إمكانيات هائلة وظروف جديدة للهيئة الوطنية للمحامين، خاصة أننا أصبحنا شركاء، وهذا يتطلب منا أن نكون متواجدين، أن لا نتواجد فقط يوم الانتخابات، يجب أن نتواجد في الجمعيات العامة، يجب أن نتواجد كلا في جميع المناسبات التكوينية والتشاورية. سأعتمد إن شاء الله في عملي على التشاور معكم جميعا، مع النقباء، مع العمداء، مع الشباب، مع كل الأطراف، حتى نتمكن من صنع جيل حقيقي يتكون من القدماء ومن الشباب وما بين ذلك، ونرفع من شأنها. أنتم مدعوون للعمل وأنا رجل عمل، علينا أن نعمل من أجل أن نرفع مهنتنا، وهذا ممكن. علينا أن نواصل الضرب ونواصل الوضعية التي كانت فيها الهيئة الوطنية للمحامين حتى نرفع من شأنها. وهنا أقول لكم هذا التزام، سأعمل بجد طيلة هذه الفترة وأوظف كل علاقاتي الوطنية والدولية لرفع من شأن هيئتنا، وأطلب منكم جميعا مد يد المساعدة والوقوف معي حتى نرفع من شأن هذه الهيئة التي تعتبر اليوم تاج لهذا البلد. فعلينا أن نواصل حتى نرفع هذا التاج ويكون حقيقة، ونبتعد عن كل ما من شأنه أن يفرقنا. وأشكركم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بدركم أكرموا زميلكم بكم تصلتوا. سيد النقيب شيخ إبراهيم، تفضل.
سيد النقيب المنتخب أو النقيب الجديد. سيد العميد الشيخ. زين تسكتون وندور كلمتين ماني بحمد ولا يقول كلمتين. أنا انتهز هذه الفرصة لأشكر كافة الزملاء الذين رغم الضغوط والإكراهات صمموا على التعبير عن إرادتهم رغم كل الإكراهات وكل الضغوط. وأقول لهم ولغيرهم لم أدخل المعترك إلا من أجل الرؤي بهذه المهنة، فهذا التزام مني سابق ويظل لاحق إن شاء الله حتى تدركني المنية. أشكركم جميعا، ليس الوقت مناسبا لتعريفي بي، كثير منكم عارفني وكانت له الفرصة ليعرفني، ومن لم يعرفني فربما تكون له الفرصة القادمة إن شاء الله. وأقول يدي ممدودة لكم اليوم ولغيركم ولكل من يريد الرقية بهذه المهنة، ومرة أخرى أشكركم. Continuez.